كذبوا لك عظم شروحك مستعجل. كذبوا لك عظم شروحك مستعجل وعلى كتلة وليدك فوق محول. وعلى كتلة وليدك فوق محول. قالك مو شرف يرهم الباب. قولها 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 حضرتك عالفشل والذل مفلفل عالحكومة استحل شيبك عيب وابنك بالتظاهر قاتل الفلفل. مفلفل عالحكومة استحل شيبك عيب وابنك بالتظاهر قاتل الفلفل. ترهم قصتك ترهم قصتك مشروع للحفاي. ترهم قصتك مشروع للحفاي. يا الوجه اكرم ما بي ندم مشل لسانك عالفصل شو باشط ومترن ويجي طار الوطن وتوجوش وترتل. لسانك عالفصل شو باشط ومترن ويجي طار العراق توجوش وترتل. اذا عركة ويخي ويخي ويخيك ويجار اذا عركة ويخوك الشيله اول يوم. إذا عركة ويخوك تشيله بأول يوم وإذا حق للوطن حد هامتك تختل. يا شيخ القهاوي البخت عندك صاي. يا شيخ القهاوي البخت عندك صاي بشفك كم بياض وتربط وتقتل. يا بيرغ جبان وعودت القناص. يا بيرغ جبان وعودت القناص من قد ما جبان البيرغك. شكرا. اليوم حولنا اعتصامنا الطلابي الى تظاهرات امام مديرية التربية بسبب قراراتهم الفاشلة والرعناء التي تريد ان تحول في نهاية الامر التي تريد ان تتحول الاعتصام الى ثورة ضدهم وتبدا بتربيتنا. تربيتنا هاي احنا نريد نحافظ عليها. والمضحك بالامر المضحك بالامر مقدم بكتابه بدايه كتابه حسب توجيه رئاسه الوزراء ورئيس الوزراء ماكو. انت منو؟ من تكون؟ انت تعادي طلاب وتعادي مدارس. المدراء والمدارس خط احمر وكاتب بالكتاب معنون بالكتاب حفاظا على طلابنا. ثلاث سنوات انا بالاعداديه السقف مال المدرسه يطيح فوقاي. يعني ما تحافظ عليه بهاي السنوات الباقيه والله العظيم لن تبقى من سلميتنا الا خطوه واحده وسوف ننتفض ضدكم. والله على ما اقول شهيد. احنا كل احنا طلاب عفنا ساعه الاعتصام عفنا مجلس المحافظه وجينا هنا. جينا لان بقراراتهم هاي الفاشله قراراتهم اللي عذونا بيها. اولا مدارس ما عندنا. يعني اذا هو يقرر ينطي فصل مدراء سبع مدارس فصل مدراءها. يعني كل مدرسه اذا اقل شيء 400 طالب. يعني اذا انفصل المدير هاي الطلاب منو؟ يعني اذا هو المدير مال المدرسه راح يعني الطلاب وين عداهم؟ ما بعد يداهم. واذا هي اقل مستلزمات المدرسه احنا بالنسبه لاعداديتنا جاي نداوم استضافه وين المتوسطه؟ ما عندنا اصلا مدرسه سقف بيها ماكو اصلا حتى سقف مستلزمات ماكو كتب قديمه. هو يقول هسه هنا نجي نحتصم يجي يقول روح ارجع داوموا. اذا هو حتى المدير فصله يعني على من يجي نداوم؟ على اي اساس؟ على اي شنو؟ بالحزب المدير اذا هم كلهم احزاب وهو بيناتهم وباي قراراتهم الفاشله. وهسه احنا طلاب سادس يعني ثلاث اشهر راحت. انا شو يعني اجي اداوم؟ هو ابو السادس اذا راح منا فصل ما يمتحن. بقى ثلاث اشهر بس يعني بقى بس ثلاث اشهر يعني علما انا اداوم. على شنو؟ واما اقول نفرض داومك هاي جاي نشوف. هو ذا خريج هندسه يبيع شاي. اما انا ادرس 16 سنه وكاتل ودراسه وتعب ماكو مستقبل. كل شيء ماكو. اولا احنا كطلاب تضمن المدارس والمعاهد والجامعات ضمن ربات بيوت. كل احنا طلعنا الاوضاع مو زينه مثل كل احنا ما نشوف دم الشهداء ذيقار الناس دم الشهداء كلهم.
طالعين اليوم على موتو. فاحنا طلاب مسوين اعتصام لحد ما تسقط الحكومه. احنا كيوم كشعب ما صارت قضيتنا قضيه عالميه، صارت قضيه شخصيه، انا وغيرك كلهم، خاصه احنا النساء لازم نطلع، لان عندنا مثل ما يحتاجوننا نكون لهم سند واخو وظهر، وكل احنا مثل انا ابوي اخوي طالع لازم نكون لهم سند واخو وظهر، كل شيء نكون لهم. اليوم احنا عندنا قضيه عالميه لازم نوجهها للعالم، امريكا كلها لازم تعرف قضيتنا العراق. يوم الشاب العراقي يموت دم بارد، والله فلان قتل ليش؟ طلع عمو الشعبه، طلع عمو دريد حق، هاي الدول جاي تعيش بابسط حقوق. احنا كشعب عراقي يوم من يحصل على واجبات يفرع عنده معجزه. اليوم انا من يتوفر الي ماي هذه عنده معجزه، بينما شعب الدول الخليجيه كلها دول العالم كلها هذه عندها ابسط حقوق، احنا ما عندنا ولا حق ولا نقطه حق عندنا. اليوم احنا من جاي نطالب ليش الكتل؟ ليش؟ الحكومة ليش ما جاي تستقال؟ جاي يشوفون شعب جاي يروح من ايدنا. اليوم راح تصير مجزرة بالنجف، بعدي بالبصرة، وبعدين لوين راح نوصل؟ اليوم النساء ليش تخافن؟ طلعن، انا اول وحدة، انا طالبة السادس، ما عرفت دروس وعرفت كل شيء، ما يهمني، تروح مني سنة فدوة. شهداء ما جاي تروح هيك على الفاضي، عندهم امهات، قلب الامهات تصرخ. يوم احنا كمدارس مدرسين ليش ما يقبلن؟ ليش؟ والله حنقص شي خط نقص، ما يهمنا. احنا اليوم عندنا قضيه جاي نوصلها، توصل راح توصل، ان كان برضات الشعب ما رضاته. الحكومه راح تسقط والثوره راح تنجح، واللي قال ما راح تنجح راح يوصل وحيشوف بنفسه، مو يجي ويبعد كم يوم ويهوس بالوسطه ويقول انا واني. احنا كل احنا شعب طلعنا ايد وحده، سنة شيعة كل احنا طلعنا. اليوم احنا نمثل عراق واحد، شعب واحد، ما عندنا لا سني ولا شيعي، كل احنا شعب واحد. واستقالت عادل وغيره احنا ما نريد استقال، واستقالوا بعدين شنو صار؟ نفس الوجوه راح تنعاد، حلبوسي نفسه راح ينعاد، وبعدين احنا نريد اعدام. شعب العراق اليوم من مات شنو مات؟ على مو شنو؟ عمو الطلاب راد بحقه؟ عمو شعب العراق بدل ما اليوم يتزوج وحصل على وظيفه ويعيش حياه حال الشعاب الغير. يوم شعب عراقي جاي يطالب ابسط حق. احنا ما جاي نحصل لا كطلاب ولا كشباب ولا اليوم والله سكتوا انا ب 125 175 شو سوي؟ انت كشاب شو سوي بي؟ تشبع امك لو اهلك. وشباب ما شاء الله احتذر عن البعض ما شاء الله قبلوا وراحوا وسكتوا. انا كبنيه طول 125 شو سوي بيها؟ طالبات جامعات طالبات مدارس نحتاج. الى متى نبقى هيجي؟ الى متى شعب ما عنده ما يصرف؟ ما يشربه ما عنده. طفل يجي لوالده يقول اريد ربع ما عنده. هاي مهضمة لو لا؟ يوم انت واحد يجي لك قال بابا اريد ربع يقول ما عنده؟ شعب حسبان انه الاب ما ينقهر ما ينهضم؟ يوم الامراض الجاية تصير بينا امراض نفسية بسبب الاوضاع. انا يوم كبنية جاي اطلع جاي اوصل صوتي، ما لا جاي الان دور طش ولا ما جاي نوصل، نريد نوصل صوتنا. مساندة لاخواننا الشهداء، اخواننا اللي بساحة التحرير كلهم سوية، يعني احنا اخواننا يستشهدون واحنا يردون نروح نداوم حالنا حال باقي الطلاب، لا وتدز المدرسات في الجروب داوموا وداوموا، الاهالي يقولون داوموا روحوا مدرسة، ليش؟ وشهدائنا راحوا شنو هم؟ المن راحوا؟ المن فدا روحهم؟ المن فدا حياتهم؟ مو اني لو غيرنا. احنا لازم نساندهم، لازم نطلع، لازم لا يقولون احنا ما عندنا، المره صوتها عورتها، المره صوتها لازم بالبيت، المره لازم ما تطلع، لا يابا احنا نطلع، احنا صوتنا مو عورة، احنا صوتنا احنا مساعدنا لاخواننا واهلنا وابونا وامنا، هم كلهم هذول اللي هسه بدوا يقدمون استقالاتهم وما ادري شنو على مود يطلعون خارج البلد، لا لازم ذول يتحاكمون، ذول المسؤولين عن ذول كل الثوره الجايه تصير. ما دام احنا هيك وشبابنا كلهم شبابنا هم علم واحنا النسوان واحنا خواتهم وامهاتهم كلهم سوا وياهم، اكيد تنجح ثورتنا، انا متاكده من هذا الشيء. باطل الشباب.
مظاهرات تضامن ويا الشعب، وقفوا ويا اخواننا في قار واخواننا من النجف اللي دين يسفون دم، شهداء اللي راحت، الامهات اللي تصرخ ويا ابنائها، الزوجات اللي ترملت، الاطفال اللي تيتمت. اليوم احنا واقفين نتضامن، نطالب حقنا، ونوقف وقفه، عايفين مدارسنا، عايفين كل شيء، وجايين نوقف نعتصم ونطالب بحقنا ونصيح الله اكبر. جايين نتظاهر، جايين نريد وطن، ما يروح دمهم عبث، ما يروح دمهم عبث. واقفين نطالب بحقنا، وان شاء الله ننتصر، ان شاء الله ننتصر، دمهم ما يروح عبث. احنا جايين نطالب بدم الشهداء. شنو ذنبهم الشهداء؟ شنو اخذوا سلاح عليهم كذاب؟ شنو سووا هاي الشباب كانها ورود؟ ليش بهم قتلتوهم؟ ليش يعني قتلونهم؟ شنو سووا؟ ليش انت العراقي هذا اخوك العراقي ما جاي، ما بيده شيء، ما بيده سلاح، بيده علم، انت شلون قلبك يعطيك الضربه؟ انت العراقي بالغيره، شلون تقتل الشباب؟ شلون يعطيك قلبك؟ وانتم شنو من بشريه وحوش قاعد تموت الشباب؟ قاعد تروح مثل الورود على مود الفلوس، مود الدنيا صغيره. الدنيا صغيره هاي، وانت ايش قد راح تعيش؟ ايش قد راح تعيش؟ ليش هيك على مود الفلوس؟ ايش راح اسوي لكم هاي الفلوس اهل المناصب؟ من يطقك سرطان هسه ويخليك بالفراش، والله فلوسك كلها ما تفيد، فلوس العالم ما تفيدك. من الله ما يستقبلك ويوقفك وقفه هناك قدام رب العالمين على هاي الشباب وعلى هاي الفقره. زين انت عادل العيداني من دزاك منك وقال لك روح فلش البيوت هاي مالت الفقره وفلش المحلات، كانت تحاورتوا بيناتكم، انتم تحاورتوا بيناتكم وقلت له هاي خطيه، يعني هاي الفقره وين تعيش؟ يجوز ياخذ يعطيك بالكلام، مو بس يقول لك هدم تركض تهدم، انت بطل، انت بهاي الشغله سويتها والله كله من وراه هاي العالم، هسه هاي الخبصه والله كلها من ورا تهدم، ولا كانت مظاهرات والناس عايشه وهذا الفقير فقير والغني غني، والله من ورا تهدم هاي وارواح الشباب من وراهم، من ورا المحافظين ومن ورا منك اهل الكراسي ما يخافون من الله. هسه شنو بي من هسه احنا حصلوا هم ايش راح يحصلون هاي الشباب؟ ليش هيك راحت؟ ليش راحت دمها؟ بس والله ما نسكت، لا مرة ولا شايب ولا طفل، كلنا احنا نطالب بدم الشهداء، بدم الشهداء راحوا هناك بالناصرية اولادنا وبدم بكربلاء وبالنجف، الله لا يوفقهم ان شاء الله، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل. والله نطالب بحقوق المرأة، مظلومة المرأة، لا إلها يسووا لها راتب، وهاي الأرامل والمساكين هاي اكو قد ايتام اكو قد فقره ما ينتبهوا لها، بس الغني ينتبهوا له واللي عنده فلوس. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، الله لا يوفقهم ان شاء الله، ان شاء الله البرلمان وجميع واحد فاسق، مو كلهم، جميع واحد فاسق، الله ان شاء الله يحط بيه سرطان ويقضي فلوسه كل اللي ما يفيده بحق محمد وال محمد. الشباب يلبس يطلع ياكل، يعني اوكي يريد يتزوج، منين لي نقول برقبتي فد عائله 5 نفرات 7، منين يعيشهم اذا هو مثلا يروح يبيع بالسوق؟ ولا تقول الشغل مو عيب، الشغل عيب اللي عنده كليه شهاده ماجستير وشهاده البكالوريوس هو يطلع يبيع بالشارع، مو عيب على الحكومه، مو
عيب على الحكومه انه هي توفر له. هو درس وتعب من اول ابتدائي لحد ما تخرج. المفروض الحكومه تستغلنا لان احنا يعني كل شيء عندنا، احنا الرسام والفنان والكاتب والمهندس وكل شيء، بس للاسف لا حياه لمن تنادي. كل حد الان هي استقالت عادل عبد المهدي ما راح تفيد بشيء، يعني استقالوا بعدين. هسه انا قاعده استقالوا بعدين، الامل راح يرجع. هسه انت كمراسل انت ما ضامن حياتك، يمكن تطلع تنقتل. الناشط المدني بس يرجع قسم ينخطف وهمين ينقتل، يعني ماكو امل حتى لو استقال. شنو يعني احنا نريد الكل، نريد واحد نزيه يعني يجي يحكمني، حتى شنو احنا نحس نفسنا عايشين. ترى احنا ما عايشين والله، احنا كل احنا ميتين بس الجسد باقي، ويجي تالي ما تالي واحد جبان الطلقه ياخذه. احنا اليوم مجموعه بنات التمينا على مود نسوي ثواب للشهداء، وهاي مو اول مره سويناها، اكثر من مره ونجي نعتصم اكثر من مره، نظفنا وقمنا بالواجب، وان شاء الله كل يوم احنا هنا وهدفنا واحد هو استقاله الحكومه باكملها. واحنا شباب، ويعني اللي جاي نسوي هي بس شغلات بسيطه مسانده لذوي الشهداء، وان شاء الله دمهم ما يروح خالي بلاش. احنا مجموعه من الشباب منظمه اهل الخير، بدينا نعيد ترميم هاي النافوره تقريبا صار لنا اكثر من اسبوع، بدينا تقريبا من الصفر لان احتاجت مرمر واحتاجت بعض الشغلات، بدينا نصبغ. ان شاء الله احنا تقريبا 80% كامله، ويعني مبالغ بسيطه نقدر يعني 300-325 هيك صار المبلغ. مثل ما عرفنا بان انه المبلغ كان يعني بسويتها الحكومة المحلية ب 450 مليون، احنا لا قدرنا يعني ب 300 ألف نقدر نعيد بناها. ومجموعة يعني شباب كلهم متطوعين، صباغة عندنا خلفه بيعيد بناها، كلهم متطوعين. هي كاملة كلها كاملة، بس هي شيء يعني شغلة مهمولة، يعني ما لو عايدين بناها كانت طلعت بصورة أجمل، بس إن شاء الله احنا راح نعيد بناها. Thank you.
بناء على الوضع الاستثنائي اللي يمر به بلدنا العزيز والتظاهرات السلمية التي في جميع أكثر محافظات العراق وهي تقريبا 11 محافظة والتحقت بها المحافظات الغربية، والمطالبة كانت سلمية ولكن وللأسف الشديد بأن الحكومة والسياسيين يماطلون في حل هذه الأزمة بل يختلقون الأزمة بسبيل قمع التظاهرات وذلك برمي الأبناء المتظاهرين بالعتاد الحي، ولم يكترثوا لهذه عدة مرات. وحقيقة نحن كتجمع عشائر وطني وسردقنا موجود هو أمامك ذاك أول سردق عدة مرات طالبنا الحكومة وفي بث مباشر وقلنا للحكومة يا حكومة مطالبنا واضحة ومطالب الشباب ونحن ساندين لهم هو إقالة الحكومة وتغيير الدستور، وحقيقة طالبنا بقانون انتخابات عادل بين أبناء الشعب العراقي لنخلص من معاناة 16 سنة مرت على الشعب العراقي. بالنسبة لقتل المتظاهرين اتضحت الصورة وأصبحت الصورة واضحة أمام الشعب العراقي من ما ينشر من مقاطع مصورة وحقيقية وليس مفبركة أو بطريقة أخرى كما تعمل بعض الفضائيات، لكن هذه خامات من التسجيل تنشر حية أثناء قمع التظاهرات بالعتاد الحي، ونحن مظاهراتنا سلمية ولازلنا نطالب بالسلمية ولحد هذه الساعة، ولكن الحكومة وأحزابها لم ولن تعطي المجال لأبناء شعبنا. لا يمكن أن تتنصل الحكومة ولا يمكن أن الشعب العراقي في جميع المحافظات التي تظاهرت وأعطت شهداء ودماء أن نسكت عنها أو ننسى أو يماطلون بهذه، ولكن حسابهم شديد والأيام القادمة وإن شاء الله سيحاسبون أمام القضاء حساب عادل وفي محكمة عادلة لتنال حقوق أبناء شعبنا من الشهداء والجرحى الذين أصيبوا أثناء التظاهرات. لا تكفي استقالة عادل عبد المهدي، لا تكفي ولا تكفي استقالة حكومته. احنا نطالب باستقالة الحكومة برمتها ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية إضافة إلى كل محافظين اللي موجودين بالمحافظات ومجالس المحافظات وما يتعلق بهم لأنهم هم أسباب الدمار والفساد الإداري والمالي. طبعا احنا ما لنا اي مساوم على دماء شهداء او على جرحانا. المظاهرات مستمرة، الدعم مستمر. طبعا الدعم هو انا افند كل انسان اللي يقول دعم لهم خارجي، الله وكيلكم، دعم كله من جيوبنا، رواتبنا، شهدائنا باقين دماءهم برقابين، دماؤهم برقبة كل إنسان يحاول يساوم عليهم أو يحاول أنه يمتص غضب الشارع من خلال منصب الاجتماعي، كان من يكون سواء شيوخ العشائر أو مناصب مجالس محلية، مجالس محافظات، برلمانيين. نهائيا ما عندنا أي مساومة على دماء الشهداء، باقين بساحات الاعتصام وباقين بالدعم اللوجستي، وإحنا حاليا قافلة الدعم اللوجستي بعون الله وأهل البيت. الساعة 10 الصبح راح تكون قافلة منطلقة من جامعة القرمة، طلاب جامعة القرمة كلهم من أموالهم الخاصة جهزونا ب50 كارتون علاج مكونة من أدوية، من ضمادات، من كل المستلزمات الطبية، متوجهين بها بالناصرية. قبل هذا اليوم احنا كان عندنا كل وسائل الاعلام تناقلتها انه احنا دخلنا بوفد عن طريق الشبايش اللي بعض الوسائل الاعلام الصفراء طبعا اللي ساومت وقالوا الناس اللي داخلين مندسين. احنا ناس سلميين باقين على سلميتنا، اللي ماخذينه هو مواد طبية، اغذية، ضمادات، اضافة الى بعض المواد الغذائية لمساعدة عوائل الشهداء، لانه هذا الشهيد اللي طلع هو شاب، مجرد انه فاتحته تكلف ناس كاهلهم مثقل
احنا اهل البصرة متعنين لأهل الناصرية باشر إن شاء الله، ومن كلية قرمة علي، جامعة قرمة علي، من كافة الأقسام. نحن كمتظاهرين سلميين وقفنا وقفة سلمية تضامنا مع أخواننا في محافظة الناصرية لشهداء الله يرحمهم إن شاء الله، ونسأل الله مثواهم الجنة. والله كما تعرف أستاذ حضرتك هنالك بعض الإطراحات هي الذي تطرح نفسها، هنالك وطرف ثالث منه. احنا كمتظاهرين سلميين، احنا بالعلم العراق لا غيره، احنا ناس سلميين طلعنا نطالب أصل حقوقنا هي الحياة الرفاهية، هي المجتمعية، هي الأصولية. نحن ناس أكاديميين خريجين مثقفين واعين، حالنا حال أي شعب. وأبسط دليل أطرح لك أنا، هذا الشعب اللبناني بكامل حريته بكامل تصرفاته طلع على الرئيس واستقال، لا صار دماء لا حق دماء. هنالك سياسيين الذين ينبثقون من التلفاز يقولون طرف ثالث، هم يدرون بالطرف الثالث منه، وليس احنا المسالمين. الناس المسالمين طالعين سلميين، زين انا متظاهر واتي بالعلم العراقي، من اين ادري مثلا كذا وكذا وكذا، تارة قناص وتارة بندقية وتارة. فهنالك امور واضحة الى الشعب العراقي، ونحن كمتظاهرين الصورة امامنا واضحة، يعني لا تخلو من الشوائب. هنالك ناس مندسين تحت المظاهرات، واحنا مع السلمية ضد الحرق وضد التخريب وضد التكسير وضد الناس المندسين الذين يسقطون الجهات الداعمة الى التظاهر السلمي. وانا بس عندي رسالة قصيرة اوجهها من خلال منبركم الشريف ومن خلالك استاذ. اكو بعض الشهداء الذين سقطوا في مدينتهم قصر، امرأة تمتلك 2 شباب، فواحد سقط استشهد والثاني فراح لاحد البرلمانيين زاره قال له انا اخوي سقط بهاي الحال أليمة بالقصر، شنو دوركم انتم كبرلمانيين، انتم سلطة الشعب؟ قال له والله احنا ما نعرف جهة ثالثة اكو بالموضوع. فانا اقول على هذا الشيء، اقول بوطننا ايش كثر صاروا عندنا ايتام، بوطننا ايش كثر صاروا عندنا ايتام، بس منه اللي يهمش ما يعانون، بوطننا ايش كثر صاروا عندنا ايتام، بس منه اللي يهمش ما يعانون، شفتهم على الكراسي راحوا وركاض، بس على الفقرة ما شايف يركضون، يلبون الدول بأول استدعاء، وإذا لب الفقير المواطن ما يلبون، البرلمانيين سياج الفقرة صار الليل بالليل، وانتو سياجكم بالخضراء، أشخاص يحرسون، ترى الميت الغير عنده يحتبر تمثال، وإحنا الشعب العراقي الثوار وتماثيل إحنا عندنا إيش ما تريدون، وباكر بالقيامة مخصص لكم نار خصيصا فقط للبرلمانيين، أقصد الذين شاركوا بالعملية السياسية من 2003 إلى يومنا هذا. بالبداية احنا تجمع شباب البصرة المدني. شباب البصرة المدني عبارة عن مجموعة شباب بصرية شاركت في هذه الثورة، ثورة العراق للبداية للتخلص من الطبقة الحاكمة اللي موجودة عندنا.
وثانيا مشاركته هنا بهاي التظاهرات اللي موجودة لمساندة شباب بغداد وشباب المحافظات البقية. فشباب البصرة المدني كانوا قاعدين قاعد الشباب بيناتهم اجوا ارتعوا انهم يقولون الشارع لازم يتسلح بالمعرفة، لازم يتسلح بالثقافة، لازم يتسلح بالاطلاع. فاجت هاي الفكرة من شباب البصرة المدني انه يجون يسوون مكتبة اسمها ثورة وكتاب، حتى الشباب اللي موجودين داخل ساحات التظاهر او اللي يجي ضيف الى ساحات التظاهر يجي هنا يطلع يمنا يقرأ على الكتب حتى نتسلح بالعلم، نتسلح بالمعرفة، نعرف شنو نريد، نوصل الى اهدافنا حتى نقدر نوعا ما نحقق او نقدم فتشي بهاي التظاهرات. تمام. فهاي الثورة وكتاب موجودة هنا لجميع المتظاهرين اللي موجودين، جميع البصريين اللي موجودين يجون للاطلاع والقراءة هنا ويشرفونا. بالنسبة للحكومة فاحنا متعودين عليها منذ 16 عام انه هي تسوف مطالبنا، ان كانت من 2015 و2018 احنا خرجنا بها تظاهرات، او ان كانت من 2014 الى يومنا هذا. الحكومة المحلية وان كانت الحكومة المركزية فهي لم تعطنا اي من مستلزمات الحياة. احنا محتاجين كل مطالبنا بسيطة جدا، حاجتنا الى العيش الكريم. فالحكومة ما دام جاي تسوف مطالبنا بانه تمحي دماء الشهداء اللي خرجت بمطالب بسيطة جدا، تريد تعيش، تريد وطن، وطننا هو المهم. وطن الانسان اللي ما عنده وطن ما راح يعيش ولا راح يلقى حياة كريم. كل شيء موجود وكل شيء تتوقع، ما دام الحكومة انه جاي تقتله بدم بارد مثل ما شفنا بالناصرية وبالنجف وبعدة محافظات، وعدنا بأم قصر، وعدنا شفنا بأدلة وبراهين انه الجيش رمى مباشر على المتظاهرين السلميين اللي هم طلاب المدارس. حادثة أم قصر تشهد لنا انه ماكو طرف ثالث بالموضوع، اكو ابن بلد ما عنده وطنية صراحة، وبكل حرية أقول بالأول والأخير يجب أن يعاسب رئيس الوزراء اللي هو أعلى سلطة واللي متمسك بالسلطة، وحاليا قدم استقالة للبرلمان. بس نرجع ونقول أنه هو ما دام قدم استقالة يجب أن يحاسب على هاي الدماء، إن كان هو بريء من عدها فخليه ينطينا منو اللي ضرب، منو اللي وجه إذا كان هو ما موجه هاي النداءات. الرحمة والخلود إلى شهداء الانتفاضة والخزي والعار لقاتليهم والشفاء العاجل إلى الجرحى. في البدء أعتقد أنه مطالب المتظاهرين واضحة وأبدت اليوم رسمية ولكل الشعب ينادي بها، وهي كانت أولى خطواتها وهي إقالة الحكومة الحالية من عادل عبد المهدي، وثانية هي حل البرلمان والتحول إلى حكومة انتقالية تبادر بمدة معينة إلى أن تناقش أو تعدل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات والدعوة إلى انتخابات مبكرة بإشراف أممي، وأيضا إحالة أو حالة كل الذين تلطخت يداهم بدماء الشهداء إلى المحاكم والقصاص العادل بهم. عمر الدم ما راح هدر، إذن لكل دم لازم تدي بعدين نتائج. ما كنا نحب الموضوع يوصل لهذه الدرجة، كنا نحب أن تكون الحكومة بقدر الوعي اللي الشعب قالهم ذيك السنين، وليس بالانتخابات الأخيرة، لا الشعب ما قال، ردناهم أن يتوعون إلى طلبات المتظاهرين اللي هي طلبات الشعب العراقي وبدون تسويف، ويكونون في موقع العقلانية ويحللون الأمور بالشكل الصحيح ويعطون للناس حقوقها. الناس ما طلعت باطل، أنا ما أجي المتظاهر العراقي أجي أقول لهم أنا أريد أن بطايق سفر ودوني إلى مصر أو شيء مثل دول الخليج، ولا أقول لهم أنا أريد أن أدرس بالجامعات الأمريكية أو غيرها، ولا أقول لهم أنا أريد أن أرقى أنواع السيارات. كشباب، هذه الشباب الموجودين شباب مجرد رادوا حياة كريمة في وطن كريم، من يطلع حتى يطلع للخارج إلى سفرة يريد يمني يقول أنا عراقي، يفتخر بهاي الكلمة أمام دول العالم، يريد يحس بنفسه لما يتعرض إلى مشكلة عندنا وزارة خارجية تدافع عنه. هذا اللي طلب المتظاهر العراقي. قلت لك ما إجا قال أنا أريد أن أسافر إلى دول أوروبا مثل دول الخليج، أنا أريد أن بعثات، أنا أريد 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 أريد، كل هاي الطلبات ما قال خطية أريد، قال مجرد أريد لقمة عيش في وطن
كريم يحفظ كرامتي ومستعد أن أدافع عن هذا الوطن بدمي. احنا نريد حكومة تخدم الشعب، ولذلك كلمة الوزير هارون الرشيد اجى الصبح للقصر، خلي يسمعون عيته مرة ثانية، كلمة الوزير وهو يخدم ينظف البلد، اجى هارون الرشيد للقصر قدام جماعته، شاف الشوارع والقصر مو نظيف، من اجوا كانوا يلبسون جبة وعمامة، قال لهم خلينا ننزل للشارع ننظف الشارع وبعدين نجي للقصر مال الخلافة، قالوا له ما جايبين احزام ويانا، قال لهم لا احنا هاي الصاية يسمونها وزر، علمهم شلون يتوزر قدامهم ونزل للشارع وياهم وهم كل واحد شد، ولذلك اشتقت كلمة الوزير من هارون الرشيد، شلون علمهم يشد الوزر ما يقعد على الكرسي، يطلع ينظف الشارع، يطلع يتفقد الناس، يطلع يشوف الجوعان. مثال كان غازي الله يرحمه، غازي استلم الملوكية بعد وفاة أبوه، وبعدين العدة أبوه تمرض والدول تحت سبيتي، ولذلك أكو وثائق بها صورتين، لأن أبوه ما متنازل صورته وصورة أبوه. بعدين سوى غازي يجي يفتر بالقرى، أي قرى يمر بيها يعرف الضعيف، يعرف ما عنده، يجي النسوان على التنور يطلب منهم خبزه، ولذلك من يروح هناك البغداد يودي لهم ظروف، يا بفلان خلي يعدل مضيفه، هذا كبير قوم يحترمه، يا بفلان ما عنده خلي يشتري قماش البنات لاطفاله. فاحنا نريد واحد يخدم، اللي يجي هسه يريد يخدم مو يقعد هناك ببغداد ويسكت. هاي واحده. واحده ثانيه، عراقنا احنا نحبه، نحب من الحدباء إلى حجر البصرة وكوفة البصرة. يمكن هسه اكو ناس ما يقولون هاي حجر البصرة وين كوفة البصرة، لا هي البصرة، احنا سينا بالبصيرة، ولو هذا مو موضوعنا. من شمال من جبل قنديل من الحدباء موصل الحدباء إلى حجر البصرة، هاي أرضنا، هاي أرض العراق. هذه عندنا في أرضية الملعب قبل بدل المباراة، عندنا نرجع لكم الصورة في المجلس. دكتور سمع هجوم التحرر، شلون انسجام عندنا؟ هجومنا شنو انسجام كبيرة جدا. الانطلاق بدرو ممكن بندر لاحتاج يستقل الوضعية هذه، بس يكون فارغ هناك، وكذلك يصعد لو انطلق يصعد. لازم هجوم متميزين بشكل كبير أكثر، وأنا اتفق مع الجميع أن ثلاثة هجوم متميزين.